على مجموعه واتساب. بعض الناس، كثير من الناس بالالتحام ياتوني اليك في المالك بلاد اخرى كثيره، وانت تضع اصبعك في فمه، لانه يبدا بالكلام او بالصوت، اللي يقول له صوت خفيف فيجهر. فهذا اي شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بشفائنا العسل والقرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الدواء القرآن. الإنسان إذا عنده يقين بالله رب العالمين سيكون كل شيء، ولكن إحنا كمسلمين ما باقي يقين لنا. يعني عندي يقين رب العالمين يستطيع أن بشفاء القرآن يسوي كل شيء. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى: